تحسباً للانتخابات الرئاسية المسبقة المقررة في 7 سبتمبر القادم، انطلقت عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية على المستوى الوطني تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. بولاية وهران وعلى مستوى بلدية بير الجير، المواطنون توافدوا من مختلف الأعمار للتسجيل في القوائم الانتخابية. اليوم باش نقوم بعمل تغريد البطاقة تاعي، الحمد لله جيت هنا استقبلوني في يعني في ظروف حسنة، وهي البطاقة تاعي إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله باش نأدوا بالصوت تاعنا اليوم 7 سبتمبر 2024 للانتخابات الرئاسية، باش نأدوا بالصوت تاعنا من أجل الجزائر. جيت اليوم باش نغير مركز التصويت، باسكو أنا ابن بلدية بير الجير، مركز التصويت تاعي كان بعيد، وقررت أحضر مركز التصويت اللي عند باب داري. الحمد لله لقيت تسهيلات اليوم، وإن شاء الله زعما في ظروف مليحة. عملية مراجعة القوائم الانتخابية والتي ستدوم إلى غاية 27 من الشهر الجاري تتم على مستوى لجان تم تنصيبها على مستوى البلديات وعلى مستوى كل الدوائر الدبلوماسية والقنصلية، والتي ستسهر على التدقيق في البطاقية الوطنية للناخبين والتأكد من التحويلات وتسجيل الناخبين الجدد. اليوم على مستوى بلدية بير الجير تم افتتاح هذه العملية مع أعضاء اللجنة بظروف جد عادية، حيث أن هذه العملية سوف تسمح للمواطنين بعملية التسجيل الذين سبقهم عملية التسجيل في فترة ماضية، أو الذين تم تغيير إقامتهم على مستوى هذه البلدية، والتي سوف تسمح أيضا لهم بتغيير مراكز التصويت الخاصة بهم عبر 37 مركز تصويت خاص ببلدية بير الجير. تم تسخير أعوان لتسجيل مواطنين، ويتكون ملف التسجيل من بطاقة إثبات الهوية وبطاقة إثبات ووثيقة تثبت الإقامة، ومن أجل ذلك أيضا تم تسخير كل الوسائل اللوجستيكية والوسائل المادية من أجل إجراء هذه الانتخابات في أحسن وجه. ومع كل استحقاق انتخابي تتم عملية تحيين البطاقية الوطنية للناخبين للسماح للمواطنين بممارسة حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم تكريسا للفعل الديمقراطي.